المواجهات العسكرية بين الجيش الليبي وكتائب حكومة الوفاق والميليشيات الموالية تعود مرة أخرى إلى الواجهة، وتشتد في مناطق تابعة للعاصمة طرابلس جنوبية وغربية. جديد الاشتباكات، ووفقا للجيش الليبي كان في اقتحام وحدات من القوات المسلحة مواقع لمجامع مسلحة موالية للوفاق قرب مسجد طيبة بعين زارة جنوب العاصمة. مالت الكفة فيها للجيش الوطني، ومنيت الفصائل الموالية بخسائر في عناصرها وعدتها، كما تقدم الجيش بمناطق في محور الخلاطات. الجيش تحدث عن سماع دوي الاشتباكات العنيفة في مناطق مختلفة جنوب طرابلس، أجبرت مجاميع مسلحة على الفرار من محور عين زارة باتجاه جامع الشيخين، تاركة أسلحتها وآلياتها، لكن المنطقة بقيت تحت نيران الطرفين والاشتباكات لم تتوقف. الوحدات العسكرية للجيش الليبي دفعت أيضاً بعناصرها لاقتحام معسكر الدبابات بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس، بدعم جوي شنه طيران الجيش على فصائل مسلحة في محور ما بعد الشوارع الأربعة السويحلي. تقدم الجيش الليبي في محاور العاصمة طرابلس تزامن مع قصف مكثف في مناطق مصراتة وصبراتة وزوارة، ألحق خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات الموالية. ووسط أنباء عزت هزيمة الميليشيات إلى تراجع الدعم التركي، ربما بسبب انشغال أنقرة في حربها شمال شرق سوريا. جاسم محسن، العربية.